دي حقيقة. ده شيء مهم جدا. عندنا شقين اخدهم من كلام حضرتك، الفرق بين الرياضي المصري او العربي، خليها في المصري يعني، والاجنبي، في فرق بينهم في الناحيه الجسديه والناحيه الذهنيه كمان. تمام. في الدور دلوقتي تمام، شايف الفرق ده ايه بالظبط بصراحه؟ انا شايف يعني ان 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 بنتكلم في النشأة من الاول. الرياضي الاجنبي بيبقى ما عندوش توتر شويه في النشأة الرياضيه، يعني هو بيلعب في السن الصغير ما بيبقاش عليه ستريسز ولا ضغوطات ان هو لازم يكسب البطوله، لازم يحقق البطوله، لازم يبقى مستواه عالي. لا، هو لازم يتعلم اللعبه بتاعته مظبوط. بعد كده بنيجي لمرحله المنافسه في 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 الفتره اللي بيكون فيها هو كبر شويه بقى، يعني اكتر نضوجا. المرحله دي ممكن يتحمل الستريسز، بس وهو صغير لا، هو لازم يلعب، لازم يتعلم. ليه؟ يعني مثلا بقول لحضرتك مثلا بيبقى في حد مدرب بيصرخ مثلا في اللعيب، يقول له شوت الكوره مثلا كده ما بجبتهاش ليه جون؟ انا شوت الكوره. لا، لازم تحطها جون. طب انا ما شطها، بس انا مش عارف احطها جون ازاي. هو مش فاهم. ممكن يكون الولد نفسه عنده مشكله في الميكانيكس مثلا بتاعته، في التوافق الذهني العصبي بتاعه، هو مش عارف يشوطها. فبالتالي بس هو المدرب ما وصلوش لمرحله ان هو يقول انت لازم تشوطها مثلا بالشكل ده، بالشكل ده تشوطها مثلا وانت قافل صدرك لقدام شويه عشان خاطر الكره ما تطلعش لفوق مثلا. هو ممكن يكون عنده اسره مثلا في عضلاته مثلا بتاعه الخلفيه وعضلات ظهره، فمش عارف يعمل الحركه دي. فهو مجرد ان هو خدته وعملت له اناليسز للحاجه دي، خلاص هوصل للمشكله اللي عنده ايه، وبالتالي هطلعه ان هو خلاص هو عارف. اول ما بيوصل لهنا بيوصل بهدوء وبيشوط بهدوء، فيقدر ان هو يوصل في ليفل عالي، يقدر يسكور جول. اخدتني في جزء، انا يعني كلامك بصراحه عجبني جدا، اخدتني في جزء مهم وهو التحليل الفني او التحليل الجسماني لجميع الرياضيين. تمام. بتقول للمدربين ايه؟ اهتموا ليه؟ لان العلم ده شيء مهم جدا طبعا مع الرياضه. طبعا. تقول للمدربين النهارده اللي بيزعق ده، لان فعلا عندنا في النشأ زعيق كتير جدا ولي الامر ستريس. طبعا. تقول لهم ايه بهدوء كده ودلهم في وقت كده فاضي يركز في كلام الحركه؟ تقول لهم ايه؟ اقول له ان قبل كل موسم انت لازم تبقى عارف قدرات اللعيبه بتاعتك ايه اللي موجود، وتحاول ان كل لعيب مختلف تماما عن اللعيب التاني، اوكي، سواء مختلف جسديا او مختلف في طريقه التعامل معاه. هقول لحضرتك على حاجه، مثلا في دراسه كانت معموله مثلا بره ان كانوا بيجيبوا الفرق اللي في الشامبيونز ليج، انا بتكلم مثلا على الكوره، وبيشوفوا تعامل المدرب عامل ازاي وطبيعه شخصيه المدرب مع نسبه الاصابه في اللعيبه. لقوا ان في نهايه الموسم على عدد كبير من اللعيبه، ده اللي كان بيقوم بيه الاطباء باستبيان معين، تمام، لقوا ان المدرب اللي هو بيكون ديمقراطي وبيتعامل مع اللعيبه باسلوب هادي وبيدي اوردرز وبيدي ديليجيشنز، بيدي للمساعدين بتوعه مهام وادوار ان هم يقوموا بيها ويقربوا للعيبه بتاعته وينقلوا له الفيدباك من اللعيبه، وبيكون في برضه لما بياخد القرار بياخده بشورى ما بينه وما بين المدربين والمساعدين بتوعه، لقوا ان معدل الاصابات في الفرقه دي بيقل جدا جدا جدا. حلو. والعكس صحيح. المدرب اللي هو بيكون هو لا، هو بياخد القرار لوحده، بيزعق انا لوحدي، انا الصح، انا اللي بعمل الكلام ده كله، معدل الاصابه عالي جدا. والكلام ده في ليفل عالي، مش بتكلم في فرق يعني صغيره او فرق هواه او كده. فانا شايف ان لا، يعني المدرب ليه عنصر مهم جدا في ان هو يقدر يحافظ على نفسيه اللعيب. برضو في دراسات تانية كان الفرق مثلا اللي في نص مثلا الدوري في بدايه كويس. فتره الاعداد، والفرق البطل، الفرق اللي هي داخله هتنافس على الدوري كويس، بيلاقوا ان المدرب اللي بيقدر يتعامل مع الفرق المتوسطه اللي في متوسط الجدول، ان هو يبتدي في فتره الاعداد ان هو يديهم ماتشات ما تكونش الحمل التدريبي بتاعها عالي وما يكونش الماتشات عاليه، بيخلي الولاد بيدخلوا السيزون ويبتدي ان هم في اول السيزون يكسبوا زي ما بنقول هنا في مصر المكسب بيجي المكسب، فيفضلوا على طول محافظين على نفسهم، وبيفضلوا ان هو مثلا لما يوصل للماتش الخامس بيضمنوا ان هو وصل لان هو هيفضل موجود في ترتيبه في المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا في وسط الجدول. على العكس صحيح، الفرق الكبيره بيبتدي
يدخل يقول لك انا بدخل واحده واحده في الموسم وبطلع بالحمل تدريجي. كويس. بيبتدي كده، بيبتدي ان هو ما بيبذلش مجهود جامد في الموسم، مع انه بيعمل فتره اعداد جامد جدا، بس بيبتدي يطلع واحده واحده لغايه ما يبتدي يوصل في اخر الموسم ان هو واصل في اخر الموسم في ليفل بدني عالي، وفي نفس الوقت معدل اصاباته قليل. وده المهم، ده المهم في الموضوع. ده المهم. بس انا هكلمك من وجهه نظر مصري. يعني هتقول لي استبيان، هقول لك مش هعمله. اللعيبه لما بتيجي تعملها اي استبيان في مصر بتعلم صح وتعلم غلط، والكلام ده ممكن يكون الفيدباك اللي بتجيلك مش تجيلك مظبوطه. فاللاعبين المفروض يعملوا استبيان، عايزك تنصحهم تقول لهم الاستبيانات اللي بيكتبوها دي حاجه شيء مهم جدا، تقول لهم ايه؟ هو المهم ان هو يكون فاهم الاستبيان. ده حقيقه. المهم ان احنا بنبذل المجهود كبير في ان احنا نفهمه الاستبيان وقيمه الاستبيان ايه. وقيمه الاستبيان في ان احنا نفعل الاستبيان ده وهيفيدنا في ايه عامه. لو احنا مثلا بنتكلم في بحث علمي، الاستبيان بتاعك ده هو اللي هياثر وممكن يغير حاجات كتير قوي. واحنا الفكره ان برضه ده هياثر في مستوى شخصيا. طبعا هياثر في مستوى شخصيا وهياثر في مستوى فرقته في المستقبل. يعني الفكره ان انت كمان مش هنعمل مش بنشتغل على دلوقتي، بنشتغل لقدام. هي دي الفكره اللي موجوده. فانا شايف ان هو لا، لازم يكون في اهتمام جامد جدا بالناحية البحث العلمي مثلا في الفرق. بتعمل ده مع منتخب مصر لكرة اليد؟ الحقيقه بتعمله صح. طب اللعيبه الفيدباك عندك ايه من اللعيبه؟ هايل جدا النتائج الحمد لله. هي اللي الحمد لله. لا يعني في الاول لما جيت عملت استبيان مع اللعيبه كانت بتتعلم صح على طول من غير اي حاجه، ولا قعدتهم فهمتهم وايه بالظبط؟ لا طبعا لازم بيفهم طبعا كل حاجه وكل حاجه بتاثر ازاي. بس حتى من غير استبيان اللعيبه، احنا بنعمل، انا مثلا بعمل اناليسز لمعدل الاصابات اللي موجوده ايه، علشان خاطر احنا الناس كلها بتتكلم على انجري بريفنشن بروجرام، حاجات برامج متخصصه للوقايه من الاصابات. وقايه من الاصابات مثلا فيفا، مثلا عملت فيفا 11 اللي هو 11 تمرين لازم يتسخنوا بيهم، اي فرقه كوره لازم يتسخن بيها، دول بيقللوا معدل الاصابات جدا في فرقه الكوره. طب احنا المفروض كل الرياضات لازم يكون عندها 11 تريننج او وات ايفر، على حسب هو ده هيجي 9 اي حاجه بالظبط. ده هيجي من البحث العلمي. انا عندي كميه الاصابات ايه مثلا في كره اليد مثلا. عندي اصابات مثلا الكتف والركبه والانكل كتيره مثلا. فلازم اشتغل على انجري بريفنشن بروجرام للكتف والانكل والركبه. مش هفكر كتير مثلا في الظهر نسبه الاصابه بتاعتي قليله، فانا لازم الانجري بريفنشن اركز في الحاجات الميجر، الحاجات الكبيره الاول، وبعد كده ابتدي افكر ابص على الحاجات اللي هي متخصصه قوي. متخصصه جدا بالظبط. هاخدك على كره اليد وهاخدك على الحته اللي انت اشتغلت فيها. معدل اصاباتك ايه في كره اليد في منتخب مصر؟ لا الحمد لله قليل. انا عارف قليل جدا. قليل جدا ما شاء الله. خلاص احنا الحمد لله قاعدين اليومين دول شغالين على الاستبيانات وشغال على البحث العلمي. مظبوط. طبعا احنا كل من اول، بص حضرتك، من فرق الناشئين لغايه الفريق الاول، كله بيتعمل له بروجرامز اوف بريفنشن اوف انجريز، برامج الوقايه من الاصابات، وكله على حسب المراكز المختلفه بتاعت اللعيبه. يعني الجول كيبر غير الوينج غير الباك غير الدايره غير الخط الخلف غير اي حاجه. يعني كل واحد مختلف تماما، وكل واحد ليه انجري بريفنشن بروجرام بتاعه. تمام. بنبتدي نتعلم يعني الحاجات دي بالذات مع الاجيال الصغيره، لان انا بالنسبه لي ان مهم، ان هرجع لحضرتك لسؤال حضرتك، ايه الفرق ما بين الرياضي الاجنبي والرياضي المصري؟ التنشئه في السن الصغير، ان هو صغير، هو الرياضي المصري ممكن يكون موهوب جدا كويس، بس كل ما بيكبر كل ما بيتاخد من الموهبه دي. العكس صحيح بره، ان كل ما بيكبر كل ما بتستقل الموهبه، سواء بتتثقل بدنيا او بتتثقل تكتيكيا. فالفكره ان هو بيبتدي عارف بينشا في هدوء، عارف حضرتك اللي هو مش في بالظبط. يعني مثلا احنا ممكن عندنا شوتر مثلا، حد رجليه قويه جدا، يقول لك ده رجليه تقيله قوي من هو صغير، بس تلاقي مثلا شاط شوط راح جايه الضمه حصل فيها مشكله فشوطه ما تبقاش قويه قوي. طب هو لو هو الولد ده كان على طول بيعمل تمرينات وقايه من اصابات الضمه وهو صغير، فخلاص هيفضل شوطه، بالعكس كل تمرينه بتضيف له ان شوطه تقوى ازيد. ان الحركه بتاعته بتتغير وتتحسن ازيد. احنا عندنا العكس، هو لا، ممكن بيبقى كويس جدا وهو صغير، بس مع ان مفيش بحث علمي بصوره كافيه عليهم، فيبتدي ان خلاص هو بيتمرن كويس وبيتمرن، اهم حاجه ان التمرين بيخلص والتمرين اللي بعد منه والتمرين اللي بعد منه، بس بنوصل لمرحله ان احنا سنه ورا سنه ورا سنه، بدل ما الكيرف بتاعنا بيطلع الكيرف بينزل.